السلام قبل الكلام أصدقائي. صديقي إذا حابب تبدأ بتداول الفوركس أو أنت متداول قديم وتعبت من الخسارة، صديقي بدعوك لتنضم لمجموعتنا. مجموعتنا ضخمة وبتضم صفقات ناجحة. إذا حابب تضاعف رأس مالك وتحصل على الحرية المالية، منقدم لك نحن صديقي توصياتنا المجانية وبالإضافة لكورسات تعليمية. ما عليك صديقي إلا تنضم لوكالتنا بمنصة أكسينز وتسجل على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتحصل على أرباح أكثر من 500% بالشهر. صديقي نحن بنشتغل على منصة أكسينز، واجهة سهلة تداول ومنقدم لك خدماتنا الكاملة بهاي المنصة. صديقي لا تنسى تعمل اشتراك قناة اليوتيوب وقناة التليجرام وتراسلني على الرابط اللي بأسفل الفيديو. وهلا شباب خلونا ننتقل للمحتوى. صديقي اخترقنا مناطق ال 38,000 بظرف دقائق، هل ممكن البيتكوين يستمر بالصعود؟ اهم الاخبار بسوق الكريبتو وتطورات بقضية سيزي باينانس. صديقي نحط الصلاة على الرسول لنتابع الكلام. ظهور قوة للمشتريين على فريم اليوم، ايضا شباب نحن على منطقة جدا عنيفة على فريم الاسبوع. صديقي هالمنطقة هاي انطلقنا منها وعملنا فيها قمة، منطقة مفصلية تعتبر على الفريمات البعيدة. الآن صديقي شكلنا ارتفاع بالبيتكوين ما يقارب 50% بدون أي تصحيح، ومع ابتداء الموجة الصاعدة قريب 130%. يعني صديقي من المفترض ممكن نشوف تصحيح بالبيتكوين إذا ما تم إغلاقنا أعلى مناطق 38,200 بالضبط، أعلى هذا المستطيل بالضبط لنتأكد هذا الارتفاع هو ارتفاع صحيح وليس كاذب. صديقي صفقة دخلتها مع الشباب بالقناة، نسبة المخاطرة جدا ضعيفة، الصفقة هبوط، هدفي فيها عند مناطق 36,500 بحال اخفاقنا واختراق المقاومة مناطق 38,000. اما شباب اذا بنتجه لنشوف اهم الاخبار، سيزي باينانس طلع من المشكلة بالذكاء ودفع الضريبة اللي انفرضت عليه على المنصة الامريكية لتصبح باينانس خاضعة لقوانين الامريكية وهيئة الاوراق المالية، وتلافى خبر افلاس المنصة، وطبعا يعتبر من أغنى المجرمين في العالم. إلى الآن هو مقيم في الولايات المتحدة وممنوع من عودته إلى الإمارات من مكان إقامته مع عائلته خوفا من عدم العودة إلى الولايات المتحدة، وطبعا منعوه من استلام أي منصب بالمنصات إلى مدة 3 سنوات. صديقي بلاك روك لما رح تدخل السوق اتأكد صديقي أن البيتكوين رح يكون فيه تكسير عظام، يعني صديقي ما رح يكون سيزي باينانس هو المتحكم بالسوق، ما رح يكون سعر البيتكوين عند 38,000. أكيد صديقي بلاك روك إلى أهائيد تكسر الكبير بسوق الكريبتو. انا تكلمت على انهيار منصة باينانس يوم من الايام، لكن ما توقعت تحصل على بالضبط. المستفيد الوحيد من ايقاع سيزي باينانس هي شركات بلاك روك، والكل بيعرف هالشركات لمين خاضعة، لذلك صديقي في بعض من الاطراف مستفيدة بالتآمر على سيزي باينانس، فبالتالي ممكن نشوف كسر عظام وأخبار سلبية أكثر وانهيارات وتصحيح عنيف بالبيتكوين في الأيام القادمة. وإذا كنت وصلت معي لنهاية الفيديو واستفدت من هاي المعلومات، بتمنى منك صديقي لا تنسى تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو وتدعمني بقناة التليجرام وقناة اليوتيوب لحتى أقدر أوفيك بالأخبار أول بأول.